أولا نعتبر أن هذا البيان خطوة إلى الأمام، خاصة مع أن الحرب تدخل عامها الثاني وليس هناك أفق للحل، والكل يعلم أن التدخلات الخارجية هي سبب أساسي ورئيسي في هذه الحرب الغير أخلاقية الغير إنسانية التي تأثر منها الشعب السوداني بكل مكوناته على مستوى العاصمة والأقاليم والولايات بصورة عامة. الحاجة الثانية، الأحزاب العربية هي تعلم تماما أن جزء كبير من الدول العربية أو بعضها إن صح التعبير هي مشارك أو داعم أساسي أو هي المغزل الرئيسي لهذه الحرب بالسلاح وبالمرتزقة وبالتمويل، وهذا موثق، يعني هذا موثق دليل بالأدلة والبراهين. والدول التي ذكرت، الخمس دول في إفريقيا، تشاد ومالي وبوركينا فاسو والنيجر، هي دول حقيقة جزء منها متواطئ بالنظام عبر النظام الحاكم، وجزء عبر المرتزقة. يعني بعض الدول يتم إرسال مرتزقة بدون موافقة الدول المعنية، وهذه طبعا هي المشكلة الأساسية. إذا تم الدعوة التي ذكرت الآن هي إذا تم تنفيذها أو تم التعامل بها بشكل صحيح، الحرب التي في السودان يمكن أن تحسم في أقرب فرصة إن شاء الله سبحانه. طيب برأيك سيد عماد، يعني اليوم من القادر على إيجاد حل ينهي هذا الصراع المستمر منذ أكثر من عام بين الجيش وقوات الدعم السريع؟ يعني هل هي فقط منع التدخلات الأجنبية ومنع هذه الدول يعني بالتدخل بشؤون السودان، أم أن الحل يكمن يعني في عزيمة طرفي الصراع ويعني جلوسهم اليوم إلى طاولة التفاوض؟ نعم، حقيقة هي الحل، نحن في السودان قادرين على حل مشكلتنا هذه، لكن الذي يعيق هذا الحل أو هذا معالجة هذا المشكلة السوداني التدخلات حقيقة هي التي تغذي هذه الحرب بشكل واضح جدا من خلال التمويل والتشويل وتقديم الدعم المادي وجلب المرتزقة وجلب الأجانب والتوطين والتهجير، يعني تهجير والتوطين وتغيير ديموغرافية الشعب السوداني عن طريق تسكين أو توطين عرب بنشاتات من دول معروفة للجميع. ولهذا إذا تم إيقاف هذا الدعم بشكل واضح وشكل سريع، لا أعتقد أن هنالك إشكالية في حل هذا الصراع، سواء كان حسم عسكري أو بالتفاوض، لأنه السودان الحوار السوداني هو المخرج الوحيد لهذه الأزمة بشكل واضح، وهي المدخل الأساسي لمعالجة كل الخلافات. أي خلافات يمكن أن تحسم إذا تم إبعاد الدخولات الأجنبية التي هي أصلاً لها أطماع، يعني أطماع معروفة في أنها تستغل موارد السودان وتستغل أراضيه والتي الموقع الذي يحتله السودان هو موقع جذاب وموقع حقيقة يطمع فيه الكثير، ولهذا هم الآن يغزون هذا الصراع من أجل ضعف الدولة السودانية وإنهاكها حتى يتم توقيع اتفاق يضمن لهم مصالحهم. ولكننا سنقاتل في هذا الأمر حتى نهاية الموضوع، ولن نسمح لأحد بأن يستفيد من مواردنا، لأن هذه موارد أجيال قادمة وأجيال لها أن تستفيد من هذه الموارد التي وهب الله سبحانه وتعالى للشعب السوداني في أراضيه وفي خيراته. ولهذا نأمل أن يكون هذا البيان له ما بعده من خلال إيقاف هذا الدعم المباشر والدعم الغير مباشر من الدول العربية والدول الإفريقية. وللأسف يعني الدول العربية التي نحن في جامعاتها العربية هم يضعوننا من الخلف، يعني دول لا تسوى شيء ونحن سجلنا لها تاريخ في إنشائها وتأسيسها ووضع قوانينها وإنشأنا دولتها، الآن طبعاً من الخلف، وإن شاء الله سيرتد إليهم هذا العمل غريباً وسيدفعون ثمن هذا الظلم الذي وقع على المواطن، لأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. نعم، شكرا لك سيد عماد من بورت سودان، عماد الدين محمد الأمين كاتب صحفي ومدير تحرير موقع أبو وضاح نيوز، أشكرك جزيل الشكر.